فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع نصيحتي لإخواني أهل السنة في قطر، لقاء خاص باللقاءات السلفية القطرية، وفي هذه الليلة ليلة الثلاثاء 22 من شهر شعبان عام 1431 هجرية، أقول ما يلي: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنصيحتي لإخواني أهل السنة في قطر وفي كل مكان بتقوى الله عز وجل والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبطلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالعقيدة الصحيحة والاهتمام بها، لأنها أساس الدين. وتعرفون دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته بالتوحيد وعنايته بالعقيدة الصحيحة، وكيف ربى أصحابه عليها على الكتاب وعلى السنة. وتعرفون ما أنزل الله في ذلك من القرآن العظيم والذكر الحكيم والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتعرفون آية الكرسي وما اشتملت عليه من العقيدة، وأنها أفضل آية في كتاب الله. وتعرفون أيضا سورة الفاتحة وما اشتملت عليه من التوحيد والعقيدة، وأنها أفضل سورة في كتاب الله. وتعرفون أيضا قل هو الله أحد وما اشتملت عليه من التوحيد والعقيدة، وأنها تعدل ثلث القرآن. فعليكم بالعناية بالعقيدة وبالتوحيد وبالعلم النافع وبالعمل الصالح والاستفادة من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، سواء كان عن طريق الدروس والمحاضرات والفتاوى أو عن طريق الكتب، كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة والأشرطة، والعناية أيضا بالكتب النافعة والأشرطة المفيدة، والحرص على الوقت من أن يذهب سدى. فكثير من الناس تذهب أوقاتهم عليهم سدى، ولا تغتروا بهذه الدنيا الفانية
كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فنادى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الناس جميعا، نادى عباده أجمعين الناس، ويشمل ذلك المسلمين والكافرين والجن تبعا للإنس في الأحكام. فقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي فاستعدوا للقائه، فما وعدكم الله به من الموت والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار فهو حق، لا شك في ذلك. فاستعدوا لوعد الله، واستعدوا للقاء الله بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، بعد أن ناداهم نبههم بتحقيق وعد الله، ثم حذرهم من شيئين اثنين، هما الدنيا والشيطان. فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان، والدنيا هي الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذين الشيئين، الدنيا والشيطان، لكثرة من يغتر بهما، ولكثرة من ينخدع بهما. فالمنخدعون من الإنس والجن بالدنيا كثير، والمغترون بها كثير، لا يحصيهم إلا الله. انشغلوا بها عن آخرتهم وعن دينهم إلا من رحم الله. وفي هذه الآية قدم الله سبحانه وتعالى التحذير عن الدنيا قبل التحذير عن الشيطان، لكثرة من يلتهي بها وينشغل بها، ولأنها مشاهدة ومرئية، فالمنخدعون بها كثير، والملتهون بها كثير، كما قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر، يعني شغلكم التفاخر بهذه الدنيا، ثم توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أي خسران ما أنتم عليه وعاقبة ما أنتم عليه.
وهنا قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، هو الشيطان الرجيم الماكر المخادع الخائن الظالم، فكونوا وفقكم الله على حذر من الاغترار بهذه الدنيا الفانية. الدنيا هي الدنيا وإن تزخرفت، الدنيا هي الدنيا بنيئة وحقيرة وملعونة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فالدنيا التي حذر منها الأنبياء السابقون، حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، هي الدنيا الآن، وإن كانت الآن أكثر زخرفة وأكثر غرورا واغترارا وانخداعا، فعلى المسلم أن يأخذ حذره منها أكثر، كلما تزخرفت فاحذرها أكثر على نفسك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخافها على أصحابه ويخافها على أمته، وما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا قد وقع، ووقع فيه كثير من أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وهكذا أيضا الشيطان يجب الحذر منه وعدم الاغترار به. وتعرفون كيف غر أبانا آدم عليه السلام وخدعه ومكر به، فهو كذلك يفعل مع ذريته، مع ذريته آدم، يخادع ويمكر ويغدر، وله مواقف خطيرة مع بني آدم، مواقف خداعة ماكرة ظالمة جائرة. فعلى المسلم أن يكون على حذر من مكائد الشيطان ومن مداخل الشيطان. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أيضا هذا الحديث النبوي الشريف يحذرنا فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام من شيئين اثنين، من الدنيا ومن النساء. والآية فيها التحذير من شيئين اثنين، من الدنيا ومن الشيطان. وربنا يقول في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام. إن هذه الدنيا حلوة خضرة، هكذا الله زخرفها ليبتلي عباده بها، وإن الله مستخلفكم فيها أي يجعلكم يخلف بعضكم بعضا فيها، فينظر كيف تعملون، كيف تعملون، كيف تصنعون. ها
هل تأخرون بهذه الدنيا أم لا؟ هل صدقونها أم لا؟ هل تنجرون وراءها أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني احذروا، كونوا على حذر، كونوا على حذر من الدنيا ومن زخارفها ومن الاغترار بها، وكونوا على حذر أيضا من فتن النساء، زوجات وغير زوجات، فتن النساء كثيرة نسأل الله العافية والسلامة، ولا سيما في عصرنا هذا. قال: فاتقوا الدنيا، أي احذروا مساخط الله فيها، واحذروا المخالفات، احذروا الحرام، احذروا الشبهات، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، احذروا من الدنيا واحذروا من النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أي فانخدعوا وانجرفوا، وكانت سبب من أسباب هلاكهم. فما وقع فيه بنو إسرائيل احذروا أنتم أن تقعوا فيه. فالله الله معاشر السلفيين في قطر وفي غيرها، علينا جميعا بالاستقامة على طاعة الله وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستغلوا ما أعطاكم الله من خير في طاعة الله، في مرضاة الله، في نشر الخير والعلم، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الإحسان إلى الفقراء والمساكين، في التعاون على البر والتقوى. احذروا أيضا الحزبية المساحة، احذروا الحزبية التي مسخت الشباب والرجال والنساء، من التحق بها مسخته، فكونوا على طريقة أهل السنة والجماعة وفي دعوة أهل السنة والجماعة، وعلى طريقة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، كونوا على نهجهم وعلى طريقتهم، واسلكوا مسلكهم، واهتموا بالعلم، واهتموا بالعمل الصالح، وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، وعليكم بالإحسان إلى الجيران، وعليكم بالتراحم والتعاطف فيما بينكم، ومروا أهلكم بالحجاب الشرعي، مروا من ولاكم الله أمرهن من النساء بالحجاب الشرعي الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ففيه الخير والبركة والفوز والفلاح والسعادة. فإنه كما سمعتم أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فاحرصوا على أهليكم وعلى نسائكم بالاستقامة على الكتاب والسنة وبالتفقه في الدين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله.